فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وجد الزوج أو الزوجة في الآخر، إذا وجد الزوج أو الزوجة في الآخر وجد مرض الضغط أو السكر، هل يعتبر هذا عيبا يفسخ به النكاح عند علمه بذلك؟ إذا كان هذا يضرها ويعني ينقص حقها عليه فلها الخيار، أما إذا كان ما ينقص شيء من حقها ليس لها ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.